اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات الفانتسي وحلقه المرحله الثانيه والاسبوع الخامس مع بعض. الحلقه دي اتصورت قبل كده ونزلت على تويتر قلت لكم هنعمل لايف، وبعدين لقيت ان اللايف هيبقى طويل قوي وهتبقى ناس محتاجه تتفرج على وقت طويل جدا، فالحلقه لما بتعملها اديت ومونتاج بتبقى احسن بكتير وبتبقى فيها اختصار اكتر بكتير من اللايف اللي هيبقى صعب جدا على الناس اللي مش هتحضروا لايف ان هي تتفرج عليه. فالحلقه دي هتنزل على طول دلوقتي الجمعه الظهر او العصر، يعني هتنزل لكم على طول تلحقوا تتفرجوا عليها قبل السبت. حلقه فيها هنتكلم فيها على الاسبوع الخامس وفي نفس الوقت هنتكلم فيها على المرحله الثانيه، ولو مش فاهم يعني ايه المرحله الثانيه هشرح لكم دلوقتي حالا كل حاجه. اهم حاجه لو مش عامل سبسكرايب او مش مشترك في القناه يا ريت تشترك في القناه، تلاقي الزرار تحت كده احمر مكتوب عليه سبسكرايب او اشترك في القناه، اشترك على طول واعمل لايك على الحلقه لو عجبتك، ولو ما عجبتكش وعندك اعتراض على اي حاجه يا ريت تكتبها في الكومنتس، دي حاجه بتفرق معايا جدا جدا. حلقه المرحله الثانيه دايما دايما اهم من حلقه الاسبوع بتاعت كل اسبوع. ليه اهم؟ لان المرحله دي عباره عن اربع جولات، كل اربع جولات متقسمين في مرحله بنتكلم فيهم على الفتره اللي جايه. يعني المرحله الاولى كانت بنتكلم فيها على الاسبوع الاول والثاني والثالث والرابع، المرحله الثانيه بنعملها دلوقتي هنتكلم فيها على الخامس والسادس والسابع والثامن عشان تبص مين اللعيبه او مين الفرق اللي ممكن، مش اللعيبه، مين الفرق اللي ممكن يكون عندها ماتشات سهله ممكن نراهن عليها، مين الفرق اللي عندها ماتشات صعبه ممكن نبعد عنها، وكل الحاجات اللي فيها بلاننج للانتقالات بتاعتك او الترانسفير بتاعتك اللي موجوده في الفرقه. وبما اننا عدينا مرحله اولى وشفنا نتيجه المرحله دي ايه، محتاجين نقيم المرحله دي ايه اللي مشي صح فيها، عشان ده مش معناه ان انا شاطر، لان انا لو شاطر في اللعبه كنت طلعت الاول على العالم كل سنه، ولكن ده معناه ان احنا في حاجات عرفنا نحطها الكلام اللي كان على الورق طلع مظبوط، وفي حاجات غلطنا فيها فنتعلم منها ونعرف ناخدها معانا للمرحله الثانيه من غير ما نغلط فيها نفس الغلطه. الحاجات اللي مشيت تمام كان معظمها باستثناء حاجه واحده، كان معظمها الناس اللي قلنا عليهم عندهم ماتشات سهله والناس دي هتتالق، اللي هم بدانا بايفرتون قلنا لوكاس ديني محتاجين احنا من كل لعيب 22 نقطه عشان يبقى ماشي في الاتجاه السليم في اول اربع جولات. 22 نقطه دول لوكاس ديني عمل 20، كنا محتاجين منه اسيستين واثنين كلين شيتس، عمل اثنين كلين شيت بس عمل اسيست واحد، مع البونص مع كل الكلام ده جاب 20 نقطه. قلنا راهنا على ريتشارلسون وكالفرت لون الاثنين ماشيين في مستوى مظبوط تمام، راهنا برضو على داني انجز ومشي بمستوى محترم وجاب 24 نقطه، راهنا على كين وسون فريق توتنهام وقلنا اللعيبه هتكسر الدنيا، كسروا الدنيا فعلا، كسروا بزياده قوي على ماتش يونايتد وماتش ساوثهامبتون ولكن جابوا اعلى من اللي احنا كنا مستنيينه لان عندهم ماتشات سهله. قلنا برضو على تشيلسي ودي كانت الغلطه، قلنا على فيرنر ودي غلطه ان انا بحاول ارضي الناس برضو في الكلام لان انا مش مقتنع بفيرنر خالص السنه دي هيعمل حاجه قوي اعلى من اللي ابرام عمله السنه اللي فاتت، طبعا مع فرق المستوى بين الاثنين، فيرنر مهاجم وابرام مش مهاجم تماما، ولكن كفانتسي وكارقام انا مش مستني من فيرنر حاجه السنه دي، بس قلت عشان يعني لعيب جديد وبتاع، ولكن انا مقتنع اكتر من تشيلسي بهافرتس وزياش وبوليسيتش، طبعا اولهم بوليسيتش بالنسبه لي هو اللي هيبقى احسن حد بيجيب نقط من تشيلسي، ولكن قلت على فيرنر وفيرنر ما ينفعش. قلنا على تشيلوي لو بدا الموسم يبقى صفقه، هو ما بداش الموسم وقعد اول ثلاث ماتشات ما بيلعبش، وبعدين بعد ما خلص القصه دي لقينا بيلعب اخر ماتش وجاب 18 نقطه في ماتش واحد، جون واسيست وكلين شيت وكل الكلام ده، فكان صفقه ناجحه جدا برضه. قلنا على فاردي انه لعيب غالي بس هيجيب نقط كتير جدا، وفعلا جاب في ماتشين وماتشين ما جابش، بس جاب نقط كتير جدا في الماتشين اللي جاب فيهم نقط، مع برضه اوباميانج اللي قلنا عنده اول ماتشين سهلين هاتوهم وبعدين مشوهم بعد اول ماتشين، وفعلا بعد اول ماتشين اوباميانج ما عملش اي حاجه لغايه دلوقتي وعنده كمان ماتشات صعبه، فهنيجي في الحته بقى اللي هو لو لسه مش عندك اوباميانج ما تروحش تجيبه دلوقتي، اتقل عليه بس اربع ماتشات وبعدين ممكن تروح تجيبه. ندخل بقى في الغلطات اللي توقعناها غلط، وهي كانت كلها في الفرق اللي قلنا عليها عندها ماتشات صعبه او ابعد عنها، اللي هم كانوا استن فيلا او اللي هم كانوا ليدز يونايتد اللي هم كانوا برايتن ويست هام، الفرق دي كلها قلنا ابعد عنها، ولكن الفرق دي برضه عندها حاجات استثنائيه خلت يجيبوا نقط، يعني مش غلطات من التوقعات على قد ما في حاجات كده وفي غلطات من التوقعات في حته معينه. يعني تيجي تبص على موباي والناس بتقول لك برايتن مقدمه موسم كروي يعني اكتر من رائع، بادئين الموسم حلو جدا جدا ويستاهلوا نجيب منهم حد لان هم قدموا مستوى كويس جدا، ولكن موباي كان عنده اربع ماتشات، قلنا عندهم ثلاث ماتشات صعبين وعندهم ماتش بس هو اللي سهل، الماتش اللي سهل ده هو جاب فيه نص النقط اللي هو جايبها لغايه دلوقتي في السيزون، ف برضو انك تجيب لعيب عشان عنده اربع ماتشات ثلاثه صعبين واحد سهل وانك تتوقع ان في السهل ده يجيب نقط كتير جدا، ده برضو مش حاجه عاديه بتحصل كل يوم، فده بالنسبه لبرايتون. تبص على استون فيلا 7-2 دي لو اتعادت مليون مره ما تتكررش، فبرضو نقط كتير جدا جت في ماتش ليفربول مش طبيعي انه يخلص بالسكور ده. تبص على مثلا ويست هام اللي كانت بصراحه مفاجاه قدام ليستر وولفز، لان هي فرقه المفروض انا كنت متوقع ان هم هيأدوا وحش وحش وحش، كمان لسه عندهم ثلاث ماتشات صعبين، فبالتالي ان هم بعد ما يخسروا من ليستر وولفز او يتعادلوا ماتش منهم ويخسروا في اللي جاي ده ان
مويس يطلع من القصه ونشوف ادي هاو بياخد مكانه لو اقاله مويس. بس بالمنظر ده مويس مش هيمشي حتى لو خسر الثلاث ماتشات الجايين اللي هم ثلاثه صعبين جدا على ويست هام. ليدز اللي ما كانش ينفع ان احنا نتوقع حاجه على ليدز واحنا ما شفناهاش قبل كده، يعني احنا ما اتفرجناش عليها في بريمير ليج، هي فرقه جديده. فليدز صراحه مقدمه مستوى محترم جدا حتى قدام ليفربول لما خسروه سكور محترم جدا. الماتش اللي بعديه 4-3 برشلونه هم اللي كسبوه ضد فولم، وبعدين ماشيين بمستوى كويس متعادلين مع سيتي وخاطفين 1-0 من وولفز اعتقد، مش فاكر قوي بس خطف 1-0 في اخر لحظه يعني. فبصراحه هم اللي ماشيين بمستوى كويس من الاربع فرق اللي قلنا عليهم. ويست هام عندهم ماتشات صعبه لسه جايه، هنتكلم بقى على الصعب اللي جاي، ولكن كتوقعات في مفاجآت بتحصل. ولكن ايه النقطه اللي ممكن نتعلمها من هنا؟ ان المفاجآت دايما بتيجي من المهاجمين. يعني هتلاقي كل الناس بتتكلم على موباي، الناس بتتكلم على واتكنز، ممكن جريليش يعني انا بيلعب طرف برضه هو نص ملعب في اللعبه، ولكن دايما المهاجم ممكن يعمل ماتش كبير جدا قدام فرقه كبيره زي ما فاردي عمل، ولكن صعب قوي تراهن على حد مدافع عنده ماتشات صعبه. عملت شويه ستاتستكس او شويه احصائيات على مين اكتر الفرق الضعيفة قوي، اللي هي لو في فرقة عندها الفرق دي مع بعض الفرقة دي هتجيب نقط كتير جدا. يعني مثلا فولم مثلا وكريستال بالاس وفولم وكريستال بالاس وويست بروميتش، فرق لما لو في فرقة تانية زي توتنهام زي يونايتد زي سيتي زي احد بيلعب الفرق دي سهل يجيب نقط قدامها. توصلنا ان في فرقة لازم الفترة الجاية يكون عندك منها لازم لعيب، يعني ده مش اوبشن، ويا ريت يبقى عندك منهم اتنين لان هم هيتألقوا جدا جدا. الفرقه دي يا جماعه هي توتنهام، عندهم اربع ماتشات لازم يكون عندك لعيب منهم، يستحسن يبقى سون مش كين، يستحسن طبعا بما انه جونه بزياده وهو اللي بيدخل جوه ال 18 وكان بيسقط. مع وجود بيل اتوقع ان بيل هيبقى بيدخل مهاجم تاني مع سون وهيبقى كين هو اللي بيسقط شويه، لكن كين معاه ضربات الجزاء فهي دي النقطه. فسون هو احسن خيار، يا ريت تعرف تجيب معاه بيل او كين يبقى يستحسن، بس ما ينفعش تبدا الفتره اللي جايه دي من غير ما يكون عندك لعيب واحد من توتنهام. اسمعوا بقى النصيحة اللي جاية دي، مع انها منطقيا على ارض الواقع وهو كمهاجم يعني ما يتراهنش عليه بجنيه، ما تدفعش فيه جنيه رهان انه يجيب جون، ولكن هو في الفورمة اللي جاية ومع شوية نقط كده اقول لكم عليها هيبقى صفقة. هو متروفيتش. متروفيتش مهاجم وحش جدا وفولم فرقة وحشة جدا، ولكن هم طالعين بولا نقطة لغاية دلوقتي، عندهم اربع ماتشات كلهم سهلين، مفيش ماتش فيهم صعب، مفيش ماتش فيهم ضد فرقة عليها القيمة يعني لغاية دلوقتي، فهم عندهم فرصة ان هم يعوضوا السيزون ده ويرجعوا تاني يبقوا بره الريليجيشن زون، وان المدرب يقعد وان اللعيبه تنافس على اماكنها وكل الكلام ده كله. فالفرقه مع ماتشات سهله جدا مع فورمه المفروض تبقى اسخن من كده عشان يطلعوا بره الليجيشن زون، مع ان متروفيتش لغايه دلوقتي ما انفجرش بجوان، ما جابش جوان كتير جدا، فالمفروض ان متروفيتش الفتره الجايه مع ضربات الجزاء كمان اللي هو بيشوط ضربات الجزاء هتبقى صفقه حلوه جدا، بما انه بخمسه وتسعه من عشره فصفقه ظريفه لو عايز تجيب مهاجم الفتره الجايه ماتشاته حلوه. عايز صفقات هجوميه ديفرنشال، انجز وموباي الاثنين كويسين والاثنين ماتشاتهم حلوه جدا والاثنين بيجيبوا نقط وبيجيبوا جوان عادي قوي. موباي بيشوط ضربات جزاء، انجز المفروض وورد براوز بيشوطها، بس يعني انجز واخد ضربات الجزاء، خد كذا ضربه جزاء فممكن يبقى هو اللي بيشوط ضربات الجزاء خلاص رسمي، لانه شاط اخر واحده، فمفروض ان الاثنين بيشوط ضربات جزاء والاثنين فرقهم كويسه وعندهم ماتشات كويسه، فدول ديفرنشالز كويسين. مين بقى الفرق اللي ماتشاتها وحشه جدا جدا الفتره اللي جايه؟ يعني الاربع ماتشات الجايين وحشين، فلو انت عندك منهم حد يتمشي كده كده. لو هقول لكم على فرقتين وفرقتين، نبدا الاول بارسنال ويونايتد. ارسنال يونايتد لو انت عندك اوباميانج او برونو او راشفورد ما تمشوهمش. لو انت عندك برونو وراشفورد مشي واحد فيهم، يعني لو انت عندك اوبا يعني لازم يكون عندك بتاع دول واحد بس مش اكتر من واحد. لو عندك اتنين تمشي التاني على طول من غير ما تفكر، لان هما ماتشاتهم اللي جايه كل فرقه منهم عندها اربع ماتشات، التلات ماتشات منهم صعبين فابعد عنهم خالص. لو ما عندكش حد من دول ما تروحش تشتريه دلوقتي خالص، ما تجيبش حد خالص من الفرقتين دول ابدا، ولا في وايلد كارد ولا في اي حاجه. عندنا بقى شيفيلد ويست هام، فرقتين اساسا وحشين واساسا عندهم ماتشات صعبه جدا. ليفربول تشيلسي سيتي دول ثلاث ماتشات من اربع ماتشات بتوع شيفيلد يونايتد في الفتره اللي جايه، فشيفيلد اصلا فرقه وحشه، ممكن تجيب روستر كمهاجم ثالث عشان رخيص، غير كده ما تدفعش جنيه في حد من شيفيلد، ولو عندك حد من شيفيلد مشي لان هو بعد الماتشات دي هيبقى الموضوع مش سهل خالص. توتنهام سيتي وليفربول دول ثلاث ماتشات عند ويست هام، وويست هام فرقه المفروض برده مش قويه جدا، اكيد انطونيو هيخطف شويه حاجات، بوين شويه، سوتشيك ممكن كام نقطه، ولكن مش هيجيبوا النقط كتير انت مستنيها، فلو عندك حد منهم مشي. سوتشيك لو خامس دكه سيبه،
بس اي حد تاني من الفرقه دي مشيه دلوقتي ويرجع حياته تاني بعد الماتشات دي ما تنتهي. خلصنا الاربع جولات دول، هتجيب حد يلعب معاك الاربع جولات دول. تعالى بقى بين الجولات دي اللي هو بعد الاسبوع السادس، يعني العب خامس وسادس، بعد الاسبوع السادس يكون عندك ترانسفيرات، محتاج بقى تبص على حد عنده لونج تيرم، عنده ست ماتشات حلوين ورا بعض. مين الفرق عندها ماتشات حلوه ومين الفرق عندها ماتشات وحشه؟ الفرق عندها ماتشات حلوه هم نيوكاسل ويونايتد وارسنال وتشيلسي. طبعا نركز اكتر على يونايتد وارسنال وتشيلسي بما انهم الفرق الكبيره وبيجيبوا نقط اكتر، ونيوكاسل نركز على ويلسون بس، ما تفكرش في حد غير ويلسون. يعني الباقي هيجيبوا نقط بس مش هيجيب النقط اللي انت برضو عايز تبقى كتير قوي، مش كلين شيتس قوي، مش نقط كتير قوي، سانت ماكسيمان كويس ولكن فريزر كويس بس مش هيجيبوا نقط كتير جدا. ويلسون بما انه كمان بيشوط ضربات جزاء هو اللي هيبقى في ايده القصه اكتر. ولكن يونايتد وتشيلسي وارسنال فرق كويسه جدا، ممكن تبدا بعد اسبوعين بس تروح تجيب منهم حد، لان هم فرق كويسه ممكن تجيب من يونايتد الاول وتشيلسي وبعدين تفكر في اوباميانج اللي بعد اربع ماتشات هيبقى اظرف بكتير انك تجيب اوباميانج. اتوقع انه بعد اربع ماتشات ممكن يبقى الفيكشرز اللي عنده مع ان هو هيبقى عايز ينافس على الهداف هتخليه يجيب نقط كتير جدا وجوان كتير جدا. مين عنده ماتشات وحشه؟ سيتي وتوتنهام وبيرنلي. يبقى ده معناه ان بيرنلي دي انساها خالص، ما تفكرش فيها دلوقتي ولا تجيبها ولا تجيب اي حاجه منهم لانهم عندهم ماتشات صعبه جدا. توتنهام ما اقدرش انا اجي اقول لك تعالى هات لعيب عندهم اربع ماتشات سهلين، ان هم فعلا عندهم اربع ماتشات سهلين جدا، من الخامس للثامن ماتشات صعبه جدا لتوتنهام. ف انسى توتنهام بعد الاسبوع الثامن، فما تغيرهمش ما بين الاسبوع زي ما بقول لك دلوقتي، سيبهم عادي موجودين الاربع اسابيع الجايين معاك، وبعدين مشيهم بعد الاربع اسابيع تكون معاك تجهز نفسك على معاك اثنين ترانسفيرز. لو عندك سون وكين بيع الاثنين مع بعض، ما تبقيش اي حد فيهم خالص، عندهم ماتشات صعبه جدا وهيقعوا وقعه كويسه جدا، لان هم لو فضلوا ماشيين بالفورمه دي هياخدوا الدوري ب 200 نقطه، فهم اكيد هيقعوا، فدي فتره الوقعان اللي هيقعوا فيها. بالنسبه للسيتي بقى، السيتي فرقه كبيره، فانا اقول لك عندهم ماتشات صعبه، يبقى ده معناه مش انك ما تجيبش حد منهم خالص او تمشي الناس كلها، على الاقل تسيب لعيب واحد. دلوقتي في خبر ان دي بروين خلاص اوت الماتش الجاي، على كلام باب جوارديولا، ومش بيعمل حركات مورينيو. انسى حركات مورينيو دي، لان هو بعد ما مورينيو عملها هتبقى عيبه ان حد يعملها، فباب مش هيعملها، فهو كيكا اوت الماتش الجاي. على كلامه بالحرف ان هو هيمس او هيغيب عن الماتشات اللي جايه، مش الماتش اللي جاي، الماتشات اللي جايه. الماتشات اللي جايه دي بقى مش هم واحد دوري بالتشامبيونز ليج ولا واحد دوري ولا ثلاثه دوري ولا ثلاثه، ما حدش فاهم لغايه امتى. فبالمنظر ده انا رايي انك لو انت عندك دي بروين بيع دي بروين دلوقتي، لو ما عندكش بقى سون هات سون، لو ما عندكش جيمز هات جيمز، جيمز رودريجيز يعني او خيمز رودريجيز، لو ما عندكش برونو هات برونو، يعني مشي دي بروين وهات مكانه النجم اللي ناقصك من الـ من الـ من النجوم اللي موجوده في نص الملعب، والعب الفتره الجايه ممكن بقى اجويرو، ممكن تبقى بالاسبوع الجاي بقى تروح تضمن بس ان اجويرو لو ما بداش الماتش الجاي يبدا الماتش اللي بعديه، وتبقى بقى تلعب بقى اجويرو مكان دي بروين. اهو ارخص من دي بروين بيشوط ضربات الجزاء وهياخد منه كل ضربات الجزاء اكيد بنسبه 100% المفروض يعني، فنلاقي ان خلاص انك عندك لعيب من سيتي. ولكن سيتي ماتشاتها وحشه جدا الفتره اللي جايه، ممكن بعد الفتره دي تلاقي سيتي بدات تفوق تاني وترجع تاني للمستوى اللي مستنيين منه النقط الكتير قوي زي ما بنستنى من دي بروين واجويرو. كده عرفنا مين نبص عليه دلوقتي ومين نبعد عنه دلوقتي ومين كمان اسبوعين نبص عليه ومين نبعد عنه كمان اسبوعين، يبقى كده غطينا كل الفرق. تعالى بقى نتكلم على الاسبوع اللي جاي والكابتنه اللي فيها يعني مفيش اوبشنز او مفيش اختيارات قوي غير برونو وسون وممكن صلاح. انا رايي سون وبرونو هما اول اختيارين مضمونين، يعني صلاح يجي بعديهم على طول، دول التمام اللي هما عند معظم الناس. سون وبرونو عندهم ماتشات سهله وفرق عايز تكسب، وعايز سون عايزين يكملوا الفورمه بتاعتهم، وبرونو عايز يرجع من الفورمه الوحشه اللي ماشيين فيها والست بتاعت توتنهام، فاكيد عايزين يجيبوا نقط، فده بالنسبه كده تمام. بالنسبه لحته بقى صلاح وايفرتون، واصل ايفرتون فايقه، ايفرتون فايقه بس صلاح هيجيب، يعني انا متوقع صلاح يجيب على الاقل جون، بس انا مستني من الكابتن بتاعي مش جون، انا مستني من الكابتن بتاعي على الاقل، طبعا ده ما بيحصلش كل اسبوع، بس مستني منه على الاقل جونين واسيست او جونين، انه يجيب 15 نقطه في 30. صلاح يجيب جونين سهله في ايفرتون، يعني هو برده ايفرتون مش فرقه كبيره قوي، ولكن مش مضمونه قوي، يعني مش سهل قوي ان هو يخطف جونين في ايفرتون وانشيلوتي هيبقى مقفل ومركز وعايز يكسب عشان يفضل متصدر الدوري ويوقع ليفربول الخصم الكبير جدا. فكل الكلام ده هيبقى محطوط في الحسبان، فانا ما اتوقعش ان صلاح هيبقى اختيار حلو قوي ككابتنه، ولكن اختيار موجود. عايز كابتن ريسك مش ديفرنشال ريسك تماما، هو متروفيتش. اتوقع متروفيتش ممكن يجيب له جونين لو كان وسون وبرونو ما كسروش الدنيا مع صلاح، يبقى انت بالنسبه لك هو دي بروين كيك اوت من الجيم، فيبقى انت كده الكابتن بتاعك ضرب، ودي حاجه مش صعبه تماما لان هم اربع لعيبه بس. فمتروفيتش انا براهن ممكن الماتش الجاي يجيب نقط كويسه جدا، ربنا يستر يعني، هو عندي في الفرقه وبراهن عليه كمان في ان هو الفتره الجايه يبقى متالق يعني الى حد ما. فبالنسبه لمتروفيتش اللي هو في الاربع ماتشات الجايين مستني منه اربع تجوان، حلو قوي ده، كده يبقى هو عمل كل اللي انا نفسي فيه، اكتر من كده زي كالفرت ما عمل يبقى كتر الف خيره بصراحه.
فده بالنسبه للكابتنه الريسك شويه. جويرو وبوليسيتش كابتنه حلوه جدا، انا حتى قدام يعني، بس طبعا اجويرو مش مضمون قوي يبدا قدام ارسنال، ولكن لو بدا من الكابتنه الحلوه جدا جدا جدا. ده بالنسبه لاجويرو. بالنسبه لبوليسيتش كمان اللي انا شايف ان هو صفقه رائعه رائعه، بما انه راجع خلاص مع هافرتس تحتيه، مع فيرن المهاجم، مع زياش اللي جاهز جدا يلعب يمين، الفرقه هتبقى مختلفه تماما تماما، بالذات لبوليسيتش اتوقع ممكن يجيب نقط كتير جدا في الفانتسي. المسابقه بقى اللي ما بيني انا وعمر وعمر وعلي، انا في المركز الاول بالنقط يعني، ولكن النقط بتاعتي 7 وعمر 7 وعمر 7 وعلي 3 نقط، ولكن انا معايا اكتر عدد نقط اللي هو بتاعت الجيم ويكس، فانا في المركز الاول، لكن احنا كلنا بنفس النقط. وتعالى اقول لكم بقى الاسبوع اللي جاي الفرقه بتاعتي تبقى عامله ازاي، ومين الكابتن، واختيارات صعبه بصراحه لان الماتشات رخمه شويه. دي فرقتي اللي هلعب بيها الاسبوع اللي جاي ضد عمر وعمر وعلي. عندي في الجون دخيه ورا تشيلو لابورتي ولامتي، نص الملعب برونو صلاح سون بيريرا جريليش، وقدام بامفرد وميتروفيتش. دي الفرقه بتاعتي، والكابتن بتاعي هو برونو فرنانديز للماتش اللي جاي. ف فرقة برضو فيها شويه لعيبه ديفرنشز كده، مش واخد يعني، واخد ريسكات اكتر من المضمون يعني، واخد ريسكات اكبر، لان لما خدت ريسكات الاسبوع اللي فات الدنيا كانت ماشيه حلو جدا. تعالوا نبص بقى على الليج بتاعنا. والليج بتاعنا الاول عليه هو عبده سالم، فرقته حلوه جدا، حلوه لكذا سبب. اولا لان هو فرقه جايبه نقط كتير جدا، والفرقه بقى لها كتير بتجيب نقط، هو معاه 332 نقطه في الاربع اسابيع من غير ما يستخدم اي تشيب. وفي نفس الوقت بعد كل ده ان اللعيبه اللي عنده هي اللعيبه اللي من الفرق اللي بنقول ان الماتشات اللي جايه حلوه، واللي عندهم ماتشات صعبه مش موجودين في فرقته. نقطه كنت عايز اقولها بمناسبه ان صن قاعد اخر واحد على الدكه وجاب 18 نقطه، لما بيجي لك قرار ان انك عندك لعيب مش عارف تمشيه، معكش ترانسفير تمشيه او مش عايز تمشيه زي صن، وقررت ان هو هيفضل في فرقتك حتى لو المدرب بيقول انه مصاب، لعيب بالحجم ده ما يطلعش من الملعب. هو يا هيلعب الماتش فيبقى موجود عندك في الملعب، يا مش هيلعب الماتش فتحطه حتى لو ما لعبش هيطلع بره وهينزل مكانه اول واحد على الدكه عندك. فما كانش يستحسن تعمل كده، كان يستحسن تسيبه في الملعب حتى لو ما لعبش، كان ينزل لك اول لعيب على الدكه ايا كان هتختار مين اول واحد يقعد. اما بقى في الايتي فدي الفرقه عملت نيجاتيف فور بصراحه، بعد ما عرفت ان دي بروين الفتره اللي جايه مش موجود، وانا كنت عايز اجيب حد من توتنهام لازم، فعملت نيجاتيف فور وجبت سون. فسون في فرقتي للفتره اللي جايه هلعب بيه الاربع ماتشات الجايين، مش همشيه. حتى دي بروين لو قررت اجيبه هيبقى انا معايا فلوس البنك، معايا 4 مليون وحاجه في البنك، هجيبه مكان برونو او مكان صلاح او مكان اي حد تاني عندي. وعايز بفكر كمان اتاكد لو اجويرو هيفضل سليم شويه، اجيب اجويرو مكان اي حد من المهاجمين غير كالفرت يعني، حد من بامفرد او ميتروفيتش اللي هو بنسبه كبيره هيبقى بامفرد. وحاجه كمان نسيت اقول لكم، عايز تسالني اي سؤال على الفانتسي يا ريت تدخل على تويتر، اللينك بتاع تويتر تحت في الديسكربشن، اسال اي سؤال نفسك تساله ليه علاقه بالفانتسي، واعمل هاشتاج فانتسي بالسين مش بالزين اندرسكور الفار بنقطه واحده بدل 3 نقط، عشان ما تقعدش تدور على 3 نقط في الكيبورد. ففانتسي الفار، اسال اي سؤال انت عايزه، هرد على كل الاسئله على تويتر. دي كانت حلقه المرحله الثانيه والاسبوع الخامس مع بعض قبل الاسبوع ما يبدا، يا ريت تكونوا اتفرجتوا عليها قبل ما الجيم ويك يبدا يوم السبت بدري، يوم السبت الممتاز بقى، ممتاز جدا. كل الفرق الكبيره هتلعب باستثناء توتنهام، فهيبقى ماتش حلو، ماتش ليفربول وايفرتون، وفي كمان سيتي وارسنال ويونايتد ونيوكاسل يعني وساوثهامبتون وتشيلسي، كله هيلعب بكره يوم السبت. وكمان لسه في كمان بالليل مالوش دعوه بالفانتسي بقى الاهلي. فسبت بصراحه مليان، ما سبت كروي رائع، كان وحشنا جدا. يا ريت تعمل سبسكرايب لو مش عامل سبسكرايب، وتعمل لايك على الحلقه لو عجبتك، ولو ما عجبتكش يا ريت تكتب في الكومنتس ايه اللي مش عاجبك او ايه اللي مضايقك في الحلقه، وايه الراي المختلف عن رايي. اشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه، سلام.